راح يكون اليوم استعراض لنا لساعتين من الساعات اللي احنا طبعا الموديل القديم الخاص بسيكو استرون جي بي اس سولر. الموديل اللي اليوم راح نستعرضه راح يكون دول تايم وبنفس الوقت راح يكون دي انديت. طبعا اليوم الاصدار اللي راح نستعرضه راح يكون شويه مختلف، راح يكون عندنا ساعه يونيسكس رجال ونساء، وراح يكون عندنا ساعه كلاسيكيه بحته رجاليه. الخيارات راح تكون جدا جميله ورائعه، القادم راح يكون افضل، وراح نستعرض لكم موديلات روعه وخارج عن المألوف. قبل البدء في الفيديو نتمنى منكم دعمنا في الاشتراك في القناه والضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر الجرس على اساس يوصلكم كل جديد. تابعونا، راح يكون الفيديو جدا رائع وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أو مساكم كل خير، معاكم OWB Watch. اليوم راح يكون عندنا استكمال واستعراض لموديل من شركة طبعا سيكو اللي هو سيكو أسترون. احنا طبعا ابتدينا السلسلة هذه بالموديلات الجديدة اللي صدرت في عام 2019 وتم تغييرها بشكل كامل بالشكل الجديد، واستكمالا للموديلات اللي انتم طلبتوها اللي هو الموديلات القديمة أو جزء من الموديلات القديمة. اليوم راح يكون عندنا استعراض لموديل نقدر نقول عنه انه هو موديل نسائي وبنفس الوقت موديل رجالي مثل ما قلنا من قبل على جلد الثعبان او جلد السنيك. راح يكون عندنا اليوم ايضا موديل مختلف، راح يكون يونيسكس وبنفس الوقت راح يكون موديل يجمع ما بين الجنسين. طبعا بالنسبه للموديل اللي اليوم راح نتكلم عليه راح يكون SSE063J made in Japan. طبعا الموديلات هذه احنا تكلمنا عليها بشكل مستفيض، تكلمنا على مميزاتها وعلى تفاصيلها بشكل عام، وايضا في اخر الفيديو راح يكون عندنا سرد لاجمالي المميزات الخاصه بهذه الساعه، اما الان راح نستعرضها بشكل سريع وراح نستعرضها بشكل كامل. طبعا بالنسبه للموديل اللي اليوم احنا راح نتكلم الان عليه راح يكون بالجلد الابيض. طبعا الجلد هذا راح يكون جلد طبعا طبيعي مثل ما احنا شايفين، راح يكون عندنا باترفلاي موجود معنا. طبعا البترفلاي هذا موجود في أغلبية الساعات اللي هو الجلد الخاصة طبعا بالسيكو الخاصة طبعا بأسترون، بالإضافة طبعا إلى اللمسة الجمالية باللون الأبيض. طبعا هو جلد تمساح راح يكون موجود معنا بشكل واضح مثل ما احنا شايفين، تفاصيله جدا أنيقة وجميلة. بالنسبة طبعا للون الأبيض لون جدا رائع صراحة. طبعا لو قسنا اللون الابيض هذا طبعا مع المينا الصدف احنا جالسين نتكلم على ساعه واو اميزنج، فعلا اميزنج الساعه. طبعا اللون كله ابيض راح يكون، بالاضافه الى اللون الصدف معطي شكل جمالي شويه. طبعا المزايا الرئيسيه اللي احنا تكلمنا عليها اللي هو راح تكون جي بي اس سولر، جي بي اس المقصود فيها باي مكان بالعالم الساعه هذه راح تعدل الوقت بشكل تلقائي، بالاضافه الى جي بي اس طبعا راح تكون تشيبس موجوده داخل التشيب هذه راح تكون تعمل على الستلايت مباشره، بالاضافه طبعا الى السولار باور. فكره السولار باور اللي نتكلم عليها طبعا انها راح سيكون في داخلها بطاريه يعاد شحنها عن طريق الاضاءه او الاناره او الشمس، بالاضافه طبعا الى بالنسبه لهذا الموديل اللي اليوم راح نتكلم عليه راح يكون دول تايم من موديلات الدول تايم، يوم وتاريخ صباح ومساء بي ام واي ام. طبعا هنا نتكلم عن البطل، طبعا شكل الساعة في اللبس راح تكون جدا جميلة، بطلة بطلة بطلة. طبعا احنا كأصحاب البشرة السمراء نحب الألوان هذه، الألوان المختلفة، الألوان الغير تقليدية. صراحة أنا الساعة على يدي مرة جميلة ومرة رائعة، يعني لونها أبيض مع لون المينا بيكون صدفي، فناقل الساعة بمكان ثاني جدا مع البترفلاي مع اللون فاتح، فيعطينا زهو وجمالية في اللون بشكل مش طبيعي. الآن راح نبتدي نستعرض لكم الموديل الثاني وهو الساعة الأخت للموديل الأول اللي احنا استعرضناه، اللي طبعا نفس راح تكون نفس الكاليبر اللي هو 8L53. طبعا الموديل اللي الآن راح نتكلم عليه وهو موديل بلون ثاني وبلون مختلف ولكن بنفس المزايا راح يكون طبعا الموديل اللي راح نتكلم عليه SSE061. طبعا الموديل هذا راح يكون نفس الموديل اللي احنا قبل شوي تكلمنا عليه ولكن راح يكون شويه مختلف من ناحيه اللون فقط لا غير، ولكن نفس المزايا الاساسيه ونفس المزايا الرئيسيه اللي استعرضناها في الموديلات الثانيه وفي هذا الموديل. طبعا نبتدي نستعرض بشكل مقرب ونشوف الساعه كامله. طبعا الستراب راح يكون ايضا جلد تمساح مثل ما احنا شايفين، معمول بحرفيه عاليه جدا. طبعا بيكون الجلد هاند ميد نفس الجلد الابيض اللي احنا تكلمنا عليه قبل شوي، بالاضافه طبعا باترفلاي بالنسبه للقفل مثل ما احنا شايفين راح يكون قطعه جميله، راح يكون محفور عليها شعار الشركه، بالاضافه طبعا
الى الختم اللي موجود الخاص طبعا بالجي بي اس سولر. نفس الفكره الرئيسيه راح تكون جي بي اس سولر جي بي اس وسولر، واحنا شرحنا قبل شوي في بدايه الفيديو ايش هو معنات جي بي اس سولر. ايضا الموديل هذا نفسه يندرج تحت تصنيف استرون. بالنسبه طبعا زي ما احنا شايفين راح نشوف اللي هو التفاصيل الديتيلز الخاصه بهذه الساعه من ناحيه المصنعيه. طبعا احنا جالسين نشوف شطافات، نفس الشطافات اللي قبل شوي شفناها بنفس الكيس بنفس الحرفيه، معموله بشكل دقيق جدا جدا جدا. البولش برش حاجه جدا رائعه. طبعا بالنسبه للكيس مثل ما احنا شايفين الان راح يكون عندنا تفاصيل لابعاد الساعه بالاضافه الى ابرز المزايا الخاصه بالساعه بتكون في نهايه الفيديو، راح نسردها بشكل كامل. بالاضافه طبعا الى ميزه رئيسيه اللي راح تكون بالساعه هذه، راح تكون داي اند ديت طبعا ودول تايم. دول تايم مقصود اللي هو توقيت اضافي بيكون طبعا في المنتصف مثل ما احنا تكلمنا من قبل شوي. راح يكون عندنا صباح ومساء بي ام واي ام، وراح يكون عندنا تاريخ ويوم. بالاضافه طبعا الى الفلاي مود، وايضا راح يكون موجود عندنا الباور ريزيرف. طبعا مثل ما تكلمنا على الساعه هذه اخذت طابع كثير سنوات كثيره وهي تصدر، فيها مميزات جدا رائعه. السفاير كريستال واضح، وايضا انتي ريفلكشن كوتينج، وايضا السوبر كلير. طبعا الى الان احنا لو جينا احنا نفكر ونشوف الساعه يعني ونستعرض مزاياها وتفاصيلها، راح نلاحظ ان المزايا والتفاصيل واضحة وضوح الشمس. يعني احنا لو الساعة هذه ما سلط عليها اي نوع من انواع الاضاءة، يعني مثل ما احنا شايفين ناخذ الزاوية هذه، راح نلاحظ ان ما كأن الساعة اصلا فيها زجاج، وهذا اللي هو يتميز فيه شركة سيكو. طبعا بالنسبة للاسعار ناس كثير يكلموني على الواتساب يعني اعترضوا على بعض الاسعار او استفسار معين على الاسعار، ليه الاسعار عالية؟ ساعة بهذه الجمالية وبهذا الكواليتي العالي جدا، احنا جالسين نتكلم على ساعة. ايضا بالنسبة للضمان راح يكون في اليابان، فانت راح تتميز في موضوع انك انت راح تاخذ ساعة، بالاضافة انك راح تاخذ مزايا اضافية اللي هو خدمات ما بعد البيع. انت لما تاخذ ساعة قيمة تاخذ ساعة غالية، اكيد انت راح تتوقع ان لازم تكون الصيانة على امر عالي من الصيانة. يعني احنا مثلا انا اخذ ساعة ب10,000 ريال، اخذ ساعة ب8,000 ريال، اخذ ساعة ب5,000 ريال، الطبيعي ان انا الاقي صيانة جدا رائعة وجدا ممتازة وجدا عالية ومعايير مرة يعني عالية. فإحنا أساس نعطيك المعايير هذه، الشركة أدرجت صيانة الساعة هذه لليابان، وبناء عليه بما أنك أنت راح تأخذ ساعة مميزة لابد تأخذ صيانة مميزة. أيضا بالنسبة للتفاصيل بشكل عام إحنا نشوفها الآن مع بعض. طبعا 3 كراون، كراون راح يكون حق تعديل الوقت، وطبعا الكراون الثانيات راح تكون حق الدول تايم، وراح يكون ايضا حق الوقت الاضافي. طبعا بمجرد ان احنا نختار الدوله من ضمن البيزل راح يبتدي الساعه تعدل الوقت بشكل تلقائي على الاور تايم. الساعتين معاكم واستعرضنا ابرز المزايا الخاصه بالساعتين من ناحيه اليونيسكس، وايضا اللون الابيض الجميل، وايضا المينا اللي كانت روعه من ناحيه طبعا الصدف. وايضا استعرضنا الموديل الكلاسيكي الخاص بالرجالي وكان مره رائع وجميل وايضا مختلف وخارج عن المألوف من ناحيه طبعا اللي هو دول تايم ودي اند ديت. بالاضافه طبعا الى الاستفسار عن السعر راح يكون عن طريق الواتساب، ايضا راح يكون عن طريق التواصل المباشر عن طريق الانستغرام، وايضا راح تكون كل حساباتنا وخيارات الواتساب موجوده في نهايه